من اجل استعاده الدوله. وفي هذا السياق بدات الميليشيات في الفتره من سبتمبر 2014 بدايه الانقلاب ووصولا الى الان، بدات اولا بعمليه السياحه الدوله اليمنيه، ثم العوده لظهور المقاومه الشعبيه واعاده ترتيب الجيش الوطني الجديد لاستعاده السلطه. وقف التحالف العربي كما تعلمون، او ما يسمى التحالف العربي الداعم للشرعيه في اليمن، وبدات عمليه تحرير المناطق اليمنيه المختلفه، ونحن وصلنا حتى الان الى ما يزيد عن 85% من مساحه الجمهوريه اليمنيه تم تحريرها. الاشكاليه ان 15% المتبقيه يعيش فيها كثافه سكانيه في اليمن.